أنا كتبت مقال بالفرنساوي بالأوريال لجور. شو اسمه المقال؟ لا تروفيرت أو كريمينال لباني. سأل وليد جنبلاطوي بيقول لك شو اسمه المقال. شو كتب وليد جنبلاطوي وقتها؟ ألا رح زعل. زعل. زعل وليد بايك. ما بعرف ليه، لأنه ما سميته، ما سميت حدا. كتبت مكتوب مثل ما دايما بكتب بالأوريان لجو، مش أول مرة بقول يلي بفكره وبحكي دغري مع السياسيين وبحياتي سميتهم. وزعل وليد بيك، زعل وعمل أنه رسالة مفتوحة ل مجرمين اللبنانيين، مجرمين اللبنانيين، وبحكي عنهم انه كلهم، انه أمرا حرب والبانكرز وكل السياسيين وعيالهم وكل الكارتلات انه عم يعملوا جينوسيد على لبنان. يعني انه خلينا نوقف نتخبى، انه لا بلا، هيدا جينوسيد، عم بيقتلوا شعبهم شوي شوي هيك. فعمل تويت بالفرنساوي تاني نهار. يعني دايما بقول انه بكتب بالفرنساوي بس ريا. تويت اكيد خليته على جنب. هلا بيش عم بتذكرني، بس رح اقريب بالفرنساوي. قريب بالفرنساوي، يلا فيك تترجمه؟ رح اجرب. يلا اوكي. Il semble qu'il n'y ait plus de limite aux appels à la haine de certains médias et aux appels au meurtre de certains groupes. اوكي، شكله ما وقف في حدود. كيف بتقول appel à la haine, appel au meurtre؟ شكله ما وقف في حدود للمؤسسات الإعلامية ولا للأشخاص اللي عم بيدعوا للقتل. القتل وعلى هيت يعني. Sur ce, si une agression m'arrive ou arrive à un membre de ma famille, je sais d'avance avec qui traiter et qui accuser. Lettre ouverte. Sur هذا الأساس، إذا شيء بيصير لي أو شيء بيصير لحي الله حدا من عائلتي، أنا حعرف مين لازم اتهم. إيه، ومع مين لازم. مين لازم اتعامل. رسالة مفتوحة. رسالة مفتوحة. شو كنا عم بيحكي معك؟ إنه المقال اسمه رسالة مفتوحة وهو بيمضي. إيه وكتب بالفرنساوي. إيه وكتب بالفرنساوي، وكل الناس بلشوا ينزلوا تويتات بالجرايد. هل وليد جملات بخطر؟ إيه مهدد وما بعرف شو، وأنا ما كنت عارفة شو عم بيصير، وولعت الدنيا. فاليوم مقال هلا ضيقوا كمان، بفتكر من الصورة يلي كانت محطوطة، صورة بتاخد العائلة اخدتها ميريام بولوس سنة الماضي لما تظهرنا بثمانية آب. بنتين، منيح انه كان عندهم كل وحدة كمامة وشها هيك، ما بنعرف كانوا مسكين. ساين ايه مكتوب killing politician is not a crime at this point is self defense. بس انت لاحظتي انه نحن هلا عايشين بوقت وين امير حرب مثل وليد جنبلاط عم بيرجع ل passive aggressive tweets على تويتر بالفرنساوي لأنه زعل؟ مش معقول هذا الزلمة كان عنده ميليشيات أو بعد عنده ميليشيات، ما أعرف إذا بعد عنده ميليشيات. كان بده يقطش روس ب 2005 من بعد اغتيال حريري 100%. هلأ عم مثل سوبربن هاي سوايف عم بيبعت تويتس عم بيقول أنا زعلان وهذا كذا. It's a ridiculous time. وبعتقد هو زعل لأنه أنت you know French speaking part of a specific demographic بلبنان you know upper middle class. بعتقد هو كان مفكر لأنه كان من وراء بيت الدين فاستيفال كان ياخد صور مع اي واي واي وكل هول المشاهير وماكرون كمان واحد منهم، انه هيدي الديموغرافيك لإله. فزعل لما انت تحكي فرنساوي. ما بعرف ليه زعل، ما بعرف ليه، مع انه ما حكيتي ما زعل كيف هول من جماعة اللي عم بيلوموني الله وكذا. وزعل الزلمة لا على خمسة أيام ما وقفوا التلفزيونات ونشرة الأخبار الجديد، ومرسي على كل الصحفية اللي دفعوا عني وعم بيحكوا عني. في بعض شغلة كمان كتبها ولي جملات عن حرية. هلأ آخر شيء على الانجيوز. لا على الانجيوز خليك معي، بس أول مرة بناخد تليفونات على قد صار قصص وقد ما بدنا ما بيكون في انترفيرنس. ما بدنا دعم الريفرنسز يعني. ليلى وليد بايك لا رح يتذكرنا وليد بايك لبكرة. آخر واحدة آخر واحدة طلعت على الانجيوز. لا مثل نبيل بري كمان كلهم هلا صارت ترند يعني. ايه انه المشكله كلهم هلا. To whom it may concern, much of the money allocated to humanitarian relief and rebuilding civil society has been lost to fraud, waste and abuse. Hashtag civil society. طب انا حابعت له كمان رساله وفيرت رح اقول له كمان هاشتاج تاني. اوكي. Dear وليد بايك. Hashtag بيت الدين فيستيفال. هاشتاج USAID نشوف أن علي. هاشتاج مجلس الإنماء والإعمار. هاشتاج EU Fund بالجبل. هاشتاج صندوق المهجرين. هاشتاج سكة الحديد. هاشتاج توظيفات الـ UNDP. وهاشتاج وزارة الشؤون الاجتماعية. بس
بشكرك معين. ما بعرف إذا نحن قدر نعمل حلقة تانية من بعد هيدا ال... هيدا ال... بس كلهم مش بس هو يعني لك أنا بيبري ده... كمان قال إنه الأنمي استبعوا له عون والأنجي أوز الأنجي أوز ونصر الله كمان قال إيه طب إيه إنه الأنجي أوز ريلي هن الوحيدين عملوا شيء لبلدهم من